لما على الاف ام مع مجيد حداد. هذا هو العمل المتميز، العمل العالمي، هي رؤية جادة للفن وقراءة طبعا واعية للموروث الثقافي العربي. بفضل صبره وحبه للرقص استطاع المخرج السوري جهاد مفلح أن يؤسس فرقة إينانا للاستعراض ويحقق بها نجاحات متتالية في بيئة عربية محافظة عبر عروضها المختلفة اللي تروح بين الأصالة والمعاصرة، تمزج بين الواقع والخيال والتقنيات الغربية. كذلك الحديثة هذا العرض اللي جاب مختلف الدول، يعني عمل صيت كبير، عمل إشعاع كبير، لم يأتي من لا شيء، جاء طبعا بعد مجهود كبير، بعد تعب كبير. إينانا هي آلهة الحب والخصب والفن عند السوريين القدماء، فقد بقيت وفية لمبادئها ومنهجها في كل عروضها، واكتشف الجمهور ذكاء الاشتغال على التاريخ وحسن توظيف الفولكلور الشامي والعربي لمصالحة أجيال اليوم مع ذكاء المغيبة نوعا ما طبعا، وللتعبير عن نبض الشارع وقضايا الآن. وطبعا هناك بقيت في ذاكرة الجمهور أعمال عديدة مثل هواجس الشام، أبناء الشمس، جوليا دومنا، وليلة مرصعة بالنجوم، زنوبيا ملكة الشرق، والسندباد، والملكة ضيفة خاتون، وصلاح الدين الأيوبي، عرض صقر قريش. أنا ما نحبش أن ندخل يعني رأيي الشخصي، لكن من العروض العالمية الكبيرة.
يطلع لينا الليلة مخرج من المخرجين العرب الكبار، واللي أنا فخور جدا أن يكون معنا الليلة في لمعة الأفام في هذا البث المشترك ما بين إذاعة تطاوين وراديو ميديليس أفام من أمريكا وكندا. جهاد معنا مباشرة على الخط. جهاد، مساء النور. مساء الخير. أهلا وسهلا، سعادة جدا ليلة بمصافحتك. الحقيقة أنا أسعد وشكرا على هالمقدمة الجميلة. الله يخليك يا سيدي، تستاهل أكثر من هيك يا جهاد. تسلم يا أستاذ مجيد، تسلم. الله يخليك. طبعا جولات عديدة بعديد الدول، كنت في تونس يعني عديد المرات. خلينا بداية هذا الحديث نحكي على التجربة، كيف كانت وكيف كان تفاعل الجمهور التونسي مع عديد العروض، ومش كان عرض فقط يعني كان بتونس. صحيح، نحن الحقيقة كان بعد انطلاق أول عمل لقينانا في دمشق اللي هو هواجس الشام اللي تفضلت وبديت فيه، كان إن أول سفرة تغادر أو أول مشاركة تغادر فيها الفرقة من دمشق إلى تونس. الحقيقة يعني أول اكتشاف لقينانا كان من خلال إدارة المهرجانات بتونس، فكانت المشاركة الأولى الحقيقة بال2001 بظن بمهرجان الحمامات، قدمنا فيه هواجس الشام، وقدمنا أيضا العام الذي يليه مباشرة قدمنا بالحمامات ومهرجان قرطاج. بالحمامات كان أبناء الشمس وبقرطاج كان هواجس الشام. كانت هذه البداية لقينانا خارج نطاق دمشق أو سوريا كمشاركة بفعاليات. بعدين استمرت، انتشرت الحقيقة، وسبب رئيسي بانتشار إنانا الحقيقة بوطننا العربي كانت هذه المهرجانات، لأنه معروف بتونس عدد المهرجانات ونوعية المهرجانات هي من الأفضل بالوطن العربي. فأي فرقة أو أي عمل مسرحي أو أي عمل فني يقدم على ركح من أو مسرح من مسارح تونس هو بيكون الحقيقة تسليط الضوء الإعلامي عليه بالوطن العربي كبير. نعم. صارت الانطلاقة بعد 2001، وكان الفضل الحقيقة لمهرجانات تونس على إنانا. صارت الانطلاقة كبيرة بعد 2001 بالوطن العربي، شاركت إنانا بأكثر من 19 دولة عربية بمهرجاناتها ولعدة مرات. نعم، وانت على ذكر إنانا، أنا نتذكر يعني سابقا على القناة السورية أنه في الأخبار فما شريط من تحت يعني إنانا في موسكو، إنانا في مكان كذا، إنانا في دولة كذا. صح. هذا موجود. صح. يعني وأنا نتذكر يعني هذا صحيح. الحقيقة تراكم التجربة بإنانا خلاها متواجدة، الحمد لله خلاها متواجدة على أرضية ثابتة. لحتى انطلق العمل الأول هواجس الشام وشاركنا فيه بتونس، مضى على تأسيس الفرقة أكثر من 10 سنوات. نعم. تأسيس الفرقة وتأسيس العمل بآن واحد. نعم، هو تأسيس الفرقة هل كان من عند جهاد ولا كان من عند ألبينا؟ تأسيس الفرقة كان من عند جهاد وألبينا الحقيقة. نحن بينا نعم نعم، وتحياتنا لألبينا، نحب نسلم عليها الليلة على الهواء مباشرة، تحياتنا لها. مساء الخير يا تونس. مساء النور، أهلا وسهلا. ذكريات، أحلى ذكريات والأحلى البلد نحن زرنا بصراحة. الله يخليك. فقط للإشارة، طبعا ألبينا روسية وتتقن العربية كما ذكر جهاد أنا وياه في حديث أنا وياه، تتقن العربية أحسن مني. جيد جدا، الله يخليك ألبينا. طبعا سعادة جدا ليلة بمصافحتك أنك تكوني معنا، ونعرف علاقتك وطيدة جدا بتونس، عندك علاقة قوية بتونس. نعم، إن شاء الله ترجعين عن قريب لتونس. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يا رب. تأسيس هذه الفرقة، يعني كيفاش جات الفكرة أنه الشرارة الأولى لتأسيس هذه الفرقة، فرقة كبيرة، فرقة يعني عريقة، فرقة قدمت عروض عالمية يعني على مستوى عالمي جدا بهذه الحرفية. البداية هل أنه كانت يعني مجموعة أفكار، وإلا كانت بحافز من حد معين، من إنسان معين، وإلا جت من عند عندك جهاد الفكرة؟ الحقيقة هي يعني في عدة عوامل ساهمت بتأسيس أو انطلاق شرارة إنانا. من هاي العوامل كانت لما كنت أنا تقريبا بعمر 18 سنة بالثانوية، كان لي مشاركات مع فرق محلية بسوريا، وتوجت هاي المشاركات بالمشاركة مع الفرقة القومية السورية زنوبيا، وهي كانت من أهم الفرق بهذاك الوقت. عم بحكي هذا الكلام قبل تقريبا 20 سنة. فبعد انتقلت أنا لتأسيس فرقة ما استمرت كتير، كان اسمها الشام، أنا وأصدقاء لي،
وبعدها انطلقت إلى لبنان ودرست هناك بمدرسة كلاسيك كان اسمها البادي ويف 4 سنوات، نعم وشاركت مع فرقة كاراكلا أهي. اللبنانية فترة طويلة تقريبا شي 7 سنوات. الحقيقة من كل هذه التجارب اللي أنا مرقت فيها خلال هذه السنوات هي كانت أساس لإيماني. أنت من كل تجربة بتجربها بتحس إنه 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 في فائدة، وبتقدر مع تراكم التجارب بتقدر تطور هذه، يعني هذه الفائدة ممكن تتطور. فأنا أخذت من سوريا الحقيقة كان التراث أو تقديم اللوحات الفنية التراثية كانت تقدم بكتير عناية. أخذت من لبنان يقدم العمل بحبكة درامية أو بسيناريو. نعم حقيقة عملت دمج أي. ما بين الشيء الموجود بسوريا بالوطن العربي من خلال اطلاعي وزياراتي ومن خلال وجودي بلبنان، وما بين الشيء العالمي أيضا من خلال سفري للعالم التقنيات الموجودة الحديثة. فكانت الحقيقة شرارة أولى لانطلاق مجموعة هذه العوامل، هي كانت أول أساس لإنانا بأنه يقدم عمل ليس باستعراضي قد ما هو بعمل درامي بصري قائم على أجساد متعلمة ودارس هذا الفن بشكل تقني عالي المستوى، نعم. ويقدم من خلال مادة إلى علاقة فينا. يعني المواد كلها مثل ما تفضلت أسماء الأعمال، من خلال أسماء الأعمال تعرف انتماء إنانة لوين، انتماء لتراث العربي، انتماء لتراث السوري بشكل خاص. انتماء هذا هو اللي خلاها مع التقنيات الموجودة، مع التجربة الموجودة، مع التراكم الموجود، هو اللي خلى أول شرارة أو أول انطلاقة تكون على أرضية متينة. هذا الكلام من 14 سنة، ما شاء الله، وأكثر دليل إنه بعد لهلأ موجودة الحمد لله، هاي جيد الإنسان. جدا. وما زال طبعا باش نحكيه ان شاء الله طبعا على الفرقة هذه، باش نحكيه ايضا على الجديد، وباش نحكيه ان شاء الله حتى الى حدود الساعة الواحدة اليوم على امتداد ساعتين. حبيت ان نعطي للفرقة هذه حقها، وايضا لجهاد مفلح، وطبعا البينا اللي معنا الليلة. فاصل قصير وبعدها باش نسمع مقطع ونرجعوا نحكوا الليلة مع ضيوفنا باذن الله في لما على الافام. بين عصوب الخيامي خبي يم في اللمعة تبارقها، سلمت لك دربي وزمامي يا ناقة محد سبقها. خبي بين عصوب الخيامي رفرف يا مام السواحل، رفرف حمام الحنين، راجع لقلوبك أنا راجع، راجع لعيون الحلوين، من قال إني راحل؟ رفرف يا مام السواحل، من قال إني راحل؟ رفرف يا مام السواحل، رفرف حمام الحنين، انتار انتار حبابه مدور تحمله شوق يا قلبي أبواب مدور تحمل من شوق يا قلبي وتحمل من أسرار. ناطر 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 شنهار، ناطر 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 شنهار، ناطر 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 شنهار. مجيد حداد في لمع على الاف ام مع المع نجوم العالم العربي.
هذا بإمضاء فرقة إنانا المخرج جهاد مفلح الليلة معنا مباشرة في لما على فام راديو تاتوني راديو ميديليستا فام من أمريكا وكندا. نرجع لك جهاد، خليتنا المستمع يعني في النشوة بهذه نوعية الأغاني ونوعية العروض هذه اللي هي يعني عروض كبيرة، عروض عالمية، حتى تشوف من الأزياء. ياريت أنه حتى ولو ينجموا مثال أنه يفوتوا على اليوتيوب ويشوفوا المقاطع لفرقة إنانا المستمعين، حتى يشوفوا الأزياء، يشوفوا أيضا الحركات، يشوفوا الرقص، يشوفوا هذا التفاعل. ومن بعد إن شاء الله أني باش نسمعهم أغنية مغاربية حلوة، مقطع هو مغاربي حلو برشا لهذه الفرقة. نرجع لحوارنا ونرجع لحديثنا باعتبار أنه بدايتك جهاد كانت مع فرقة كاراكلا اللبنانية، يعني نتصور أنك تأثرت بها الفرقة هذية، لكن كيفاش أنك نجمت أنك تخرج من الثوب هذية اللي هو الثوب اللبناني لفرقة كاراكلا كلا، حتى انك ترسم لك انت يعني مسار خاص بك جهاد؟ هو الحقيقه فرقه كراكلا فرقه عظيمه بالبدايه، واكيد اكيد انا استفدت منها، وما بظن حدا بيعيش، يعني ما في فنان بيعيش تجربه فنيه اذا ما اثرت فيه، فاكيد يعني الفنان قائم على الاحساس، فاكيد كل تجربه بتاثر فيك. هلا هون العقل هو اللي بياخدك للمستقبل. انا استفدت من هاي التجربه استفاده كبيره، وجودي بلبنان فادني من خلال الاطلاع على كتير فرق وعلى كتير تجارب فنيه. التجربه بسوريا مع التجربه بلبنان مع اطلاعي بالوطن العربي، الحقيقه هو اللي عمل هذا التمازج لوجودي هنا. لما صار هذا التمازج الحقيقة طلعت أخذت إنانا الخط الخاص فيها، واللي خلاها تتميز من أول عروضها بهواجز الشام. أنا ذكرت من شوي أنه الحقيقة كان الفضل بخروجنا لخارج نطاق سوريا والمشاركة بفعاليات فنية ومهرجانات هو الحقيقة تونس، والحقيقة كمان اللي وصلنا لتونس هو الإعلاميين العرب اللي حضروا هواجز الشام في دمشق بشهر 8 عام 2000 بانطلاقة هذا العمل. كتب أكثر من 80 مقال خلال 15 يوم عن العرض، فكان تغطية إعلامية وصلتنا الحقيقة لأصحاب يعني أصحاب القرار بمشاركة إنانا كفرقة فتية بمشاركتها خارج الوطن، وكانت البدايات بتونس. أكيد ما في تجربة فنية خضناها قبل تأسيس إنانا إلا أثرت فينا، وما في تجربة فنية خضناها داخل سوريا وخارج سوريا إلا تحترم باللي قدمته واللي موجود هلا هو جزء من الشيء اللي كنا عايشينه مع هذه الفرق الفنية. البداية حسيت أنه ما فماش أنه يعني نجاح يجي من بداية سهلة، البداية ربما كانت صعبة شوية عليك جهات. الحقيقة صعبة لأنه مثل ما قلت لك نحن مجتمع، وأنت تفضلت وحكيت نحن مجتمع محافظ. لما بديت إنانا لما بدينا نأسس لفرقة فنية لغتها الجسد بدينا بالتسعينات، بداية التسعينات، بالوقت اللي كان الحقيقة العروض الفنية بسوريا قائمة على الغناء أكثر، قائمة على الموسيقى أكثر، يعني كان الجسد ومن خلال يعني شو بيقولوا الحياة الطبيعية أو طبيعة البلد، ما كان في توجه لهذا أو ما كان في دعم لهذا النوع من أنواع المسرح. فكانت البداية الحقيقة صعبة، ويمكن تحكي لك أنا بعد شوي قلبينا وين الصعوبة. الصعوبة كانت إنه أنت لما بدك تعمل فرقة رأس، مين ممكن بمجتمع محافظ يحط ابنه أو بنته تحترف هذه المهنة ويتدرب باليوم 5 ساعات تقريبا؟ نحن إنانا بتتدرب مينيموم 5 ساعات يوميا، فكانت البداية كتير صعبة. بعد انطلاق هواجس الشام بدأت هاي الصعوبات تتلاشى شوي شوي، والسبب إنه أصبحت العائلات تحضر ويشوف ابنه بمكان لائق. يعني هو الحقيقة
أحد التعبيرات أنه نحن كنا نسافر خارج البلد لنحضر باليه، نحضر مثلا ناتي كراكر ولا سندريلا ولا أي عرض من العروض العالمية. اليوم نحن عم نحضر قصة عربية على شكل باليه بإنانة، وعم نشوف تكنيك عالي مثل ما تفضلت، أزياء بمستوى عالي، التقنيات بمستوى عالي، والمادة الأساسية هي مادة تراثية عربية وطنية ما بتتحمل أي شيء بصري دون المستوى. كل شيء كان متبع بعضه، فبدأت العائلات تساعدنا بدمشق بأنهم يرفدونا بأطفالهم. لو وصلنا مرحلة نحن كنا كل سنة نعمل مسابقة وناخد جيل جديد، وصلنا مرحلة الحقيقة بعد 4-5 سنوات من تأسيس إنانا، لما نعلن عن جيل جديد كان يتقدم لإنانا فوق 1000 شاب وفتاة ليكونوا ضمن صفوف هذه الفرق. نعم، وهذا لم يأتي من لا شيء، وخاصة البداية كانت ب 18 راقص وصلتوا حتى 100 راقص، يعني تحولت من فرقة إلى مؤسسة، ولا عندكم زادة مسرح خاص بها اسمه مسرح معرض دمشق الدولي وقتها، ووليتوا تنتجوا يعني عروض خاصة بكم أنتوما، وهذا طبعا يعطيكم الميزة الخاصة بفرقة إنانا. نحكي شوية ممكن على العناصر الموجودة، خلينا على العناصر الموجودة، لأنه هذوما نحب الليلة نعطيهم حقهم صراحة بهالإبداع، بهذه العروض وهذا الإتقان وهذه الحركات اللي ماهيش عادية، ليست بعادية هذه الحركات. صحيح، نحن كنا حريصين مثل ما قلت لك أنه لغة الجسد لغتنا لغة الجسد، بس ما نقدمها كما تقدم أو كما كالمعتاد أنه تقدم بطريقة يعني شو بيقولوا طريقة يعني غير احترافية. نحن بدينا لما بدينا إنانا، وهذا سبب بالتعارف بيني وبين ألبينا. ألبينا كانت قادمة من موسكو بعد تخرجها لتدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الرأس بسوريا، وأنا كنت راجع من لبنان ب 98، وبدينا نأسس لعرض، كان عندي تجارب للتأسيس إنانا وبديت أسس لعرض هواجس الشام، فخبروني إنه في خبيرة روسية بتدرب بالمعهد، وكان بداية التعارف مع مدام ألبينا. والحقيقة مدام ألبينا مش لأنه هي زوجتي وهي بقربي الآن، الحقيقة هي إلى أثر كبير على تطور هذا النوع من أنواع الفن ليس فقط في سوريا. نعم، أنا حبيت أنت توا حكيت ممكن على ألبينا، حبيت ألبينا بما أنها موجودة معنا الليلة في لما على فيم. ألبينا، شنو هو اللي عجبك في جهاد مفلح؟ شو اللي عجبك فيه؟ حلو السؤال. يا بيعجبني كل شيء فيه، بس أكيد أول ما تعرفنا على بعض اللي شفنا بالبروفات هي أول شيء أكيد إخلاص بالشغل والهدف اللي ما ممكن يتركه، وهذا الهدف هدف الفني مستوى كتير عالي اللي جمع كل العالم حواليه بصراحة. والفن يعني مو بسهولة انت تجمع الفنانين او حتى غير فنانين، الشباب وبنات صغار اللي بيجوا الاوديشن المسابقة، يعني مو بسهولة بيقتنوا باي حدا حتى يجوا يتعلموا فن جديد، ما هيك؟ يعني انا حسيت انه عنده جهاد، عنده طموح كبيرة، طموح كبير اكيد، لانه مثل ما حكيت كمان مثل ما حكى قبل صار في عنده خبرة كتير، بس واحد حتى إذا اللي بيدرس بالأي معهد اللي بيدرسوا بتعلموا كتير من بقولوا من ماسترز مختلفة لحتى يطلعوا منهم، لحتى واحد يقول حاله هو شو اللي بيدر يعطي لهذا العالم أو لهذا الفن. بصراحة كمان الأفكار مميزة وبشكل متميز بكل شيء اللي له علاقة بالمسرح، هذا أول شيء لفل نظري، يعني فعليا تميز بكل شيء اللي شفت أول بروفة بإنانا، وأنا كنت لسه عم بقدر لسه ما بعرف بدي يكون مدربة بدي يكون راقصة فيها، اللي شفت بأول بروفة أنا بصراحة وأنا جاي تقريبا جديدة من
من روسيا ما شفت بحياتي. نعم جميل. طبعا ألفينا هي مديرة إنانا بالي أكاديمي، ويعني هو أول أكاديمية خاصة بالخليج. جميل جدا أنه نعرفه بهذا هذا البالي، وضروري جدا بهذه الأكاديمية الخاصة، لأنها تعطي طبعا بالنسبة للبعض اللي هم مهتمين بهذا المجال تفتح لهم أفاق كبيرة. حبيت نرجع شوي للجهاد، يعني تذكر الأغنية الأولى الليلة مررناها وأنا حبيتها برشا ونحبها من فترة، يعني الأغنية هذه هيلة هيلة، يعني اللي هي من أهم الملحنين العرب، يعني اللي لحنها محمد هباش. علاقتك به محمد يعني بخلاف الأغنية هذه، يعني فما تلحين وفما أيضا أذن اللي تسمع، هي أذن المتقبل. يعني أنا محمد هباش يمكن شهدتي فيه مجروحة، لأنه هو صديق قبل، يعني أنا لما كنت بزنوبيا كنت أنا وياه، هو كان مدرب كورال وكان مغني وأنا كنت راقص، هذا الكلام من 20 سنة. وبعدين اتطورت العلاقة، محمد صار مدير فرقة اسمها الجزور بعد العاشقين وبعد زنوبيا، وصار ملحن، وأنا حاولت أعمل فرقة، بعدين اجتمعت أنا وياه بفرقة واحدة كان اسمها القدس. علاقة طويلة، وأنا طبيعة الحقيقة بحب علاقتي مع الفنانين ما تكون علاقة عمل فقط، لأنه ما ممكن، يعني ما ممكن الفنان الحقيقي ما ممكن تأخذ منه شيء فقط بالمادة، المادة تحصيل حاصل، يعني إذا كنت عامل شيء احترافي فأكيد المادة تحصيل حاصل راح تكون. هو أهم شيء العلاقة الإنسانية والعلاقة الفنية الصادقة، من هون أنت بتقدر تتوصل أنت والملحن أو أنت والمخرج السينمائي أو أنت والكاتب لمادة كتير كبيرة. بس طبعا من أشخاص لأشخاص تختلف، محمد من المقربين لإلي، ومحمد الحقيقة هو فنان، فنان عربي باحتراف، وأنا بعتز بصداقته وبفنه. نعم، هو من أهم الملحنين العرب للون الأوبرا اللي خلينا نسلم عليه الليلة على الهواء مباشرة. محمد طبعا محمد مساء النور. مساء الخير، أهلا وسهلا، هلا، رمضان مبارك، إن شاء الله علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية. شكرا. وعلى صديقي وحبيبي جهاد، الله يخليك، والمدام ألفينا. تسلم تسلم يا أبو طارق، الله يخليك. طبعا تعاون كبير بين محمد وجهاد، ما بين هذه الفرقة وما بين الأعمال الخاصة بمحمد هباش. أنا الأغنية يعني ظهر لي سمعت يعني منذ قليل، شنو أنا حكيت على الأغنية هيلا هيلا، الأغنية اللي حتى تم يعني توزيعها مرة ثانية تقريبا، هيك المعلومة اللي عندي، فما توزيع أول وتوزيع ثاني تقريبا. الأغنية هذه اللي لقت نجاح واللي هي الاختتام يعني للعرض صقر قريش، المعلومة اللي عندي دي بطبيعة دي، ما أنتم متأكدوا ولا تنفوا. أنا حبيت يعني علاقتك بجهاد يا محمد. هلا هو حكى من شوي إنه شهادته مجروحة فيني، أكيد أنا شهادتي مجروحة فيه، أكيد يعني إيش أحكي لك، يعني جهاد الإنسان الفنان المبدع، شنو تختار يعني؟ أعطيني جانب آخر، جانب آخر ما يعرفوهش الناس الكل، جانب آخر الليلة. جهاد أنا أكثر ما بيعجبني فيه هذا الطموح الكبير وهذا الاندفاع الكامل للفن ومن أجل الفن. نعم. ما فيش هناك تجارة، ما في كذا، يعني أي أشياء من اللي إحنا يعني أي ممكن تكون بالسوق. جهاد دائما عنده الفن أول شيء. لما كنت يعني مثلا أعمل عمل أنا وياه، كان يهمني شغلة واحدة، يقول لي أنا مهم أقتنع فيه. نعم، وكان يعني الكاركتير الخاص بي كان صعب ولا سهل التعامل معه؟ هلا هو صعب شوي يعني مش سهل، بس ولكن هو بيؤمن بالاختصاص، يعني مثلا بالموسيقى انا خلاص يعطيني الحريه الكامله انه انا كيف انا افكر وكيف اقدم له. طبعا هو المخرج وهو الـ يعني المنظم لكل الامور، ولكن جهاد بيمتاز بموضوع، اذا ما حب موضوع يشتغل فيه ما يكمل. يا محمد أنا حبيت نستغل وجودك الليلة، وحبيت عندي سؤال موجه لك أستاذي، من أين تستمد هذه الروح ولا هذه النغمة الحلوة، هذه النغمة الجميلة في مختلف أعمالك يا محمد؟ هلا طبعا أنا يعني في عندي يعني إيقاعات شعبية، وفي شيء من جين من جوا، أنا هلا من أصل مغربي، يعني أنا أصل من الجزائر. الجزائر
يعني دائما موجود هذا الروح، وانا عايش بالشرق ومولود بالشرق، فدائما عندي هذا يعني انه بستمد من جيني، يعني من داخلي ايش اعمل انا بالموسيقى. بس ولكن لما اعمل للمسرح الراقص في هناك موضوع اللي هي إنانا، هذه الفرقة الكبيرة وأنا برأيي العظيمة والعالمية، عرفت؟ دائما لما أعمل الموسيقى بشوفها يعني أمامي، وأنا أعمل الموسيقى أتخيلها، فأنا بستمد أحيانا كتير من إنانا. إنانا هي تعطيني هذا الروح. جميل جدا، ان شاء الله فما اعمال ان شاء الله قادمه بينك وبين جهاد ان شاء الله في المستقبل. اعطينا هيك الحصري هيك الليله. هلا جهاد هو عنده كل شيء وفي اشياء احنا ما يعني، بس دائما طموح كبير، وجهاد فنان طموح وما بيقبل يعني لا يقبل باي شيء، وهذا بيخليني دائما انا كمان دائما تحت اختبار لازم اقدم الافضل، لازم اقدم الافضل، وهو دائما بيضغط علينا لا ياخذ هو الافضل. وهذا انا برايي فنان وذكاء، فنان خارق للعاده. جيد جدا، ان شاء الله الله يديم المحبه، الله يديم التواصل بيناتكم، هذا اللي نتمناه، ويسلموا ايديك يا محمد على الاعمال اللي قدمتها. بصراحه بصريح العباره الليله اني نحب اني نعطيها حقها ونعطيها حجمها اللي تستحقه، هذه الاعمال اللي شدت الجمهور على مستوى الوطن العربي لما فيها من حرفيه وفيها اتقان وفيها يعني حسيت انه كانكم عندكم مسؤوليه، يعني مثقلتكم مسؤوليه كبيره كبيره حتى انكم هذا العمل المتميز برؤية جميلة، رؤية تعكس يعني الروح اللي فيك محمد بطبيعة والجهاد والفريق العامل معكم الكل حتى توصلوا بصورة حلوة جدا. شكرا كثير لك، وشكرا لهذا الاتصال، وشكرا استاذ جهاد ونعمل بينا، وانا كثير سعيد كثير جدا بهاي المداخلة. شكرا، وان شاء الله نقدم اكثر واكثر واكثر واكثر، وإنانا تبقى بالمقدمة ان شاء الله. وان شاء الله وان شاء الله باش نعملوا حلقه مع بعضنا يا محمد باذن الله. ان شاء الله جاهز. الله يخليك، شكرا لك يا محمد. شكرا، رمضان كريم. رمضان كريم. محمد هباش اللي لحن طبعا اغنيه هيلا هيلا، من اهم الملحنين العرب للون الاوبيرالي. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، الما يكفك يا الواحد ربي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، الما يكفك يا الواحد ربي، سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي شوش عليا، سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي شوش عليا.
جميل جدا طبعا هذا التناغم اللي يخلينا نسرح ويخلينا نحلم هيك من مقطع لمقطع. هذا لم يكن اختيار عشوائي لا من الملحن ولا من صاحب الفرقة ولا من عناصر الفرقة كلها يا جهات، صحيح ولا لا؟ أكيد. نعم. أنه لم يكن هذا الخيار، خيار الموسيقى قصدك؟ طبعا لم يكن عشوائي، أكيد لم يكن عشوائي. نعم. هلا هاي الأغاني الأخيرة اللي سمعناها منه اللحن المغربي حقيقة قدم بعمل افتتاح مهرجان مسقط بظن بال 2009، عمل كان اسمه عمان الوعد والترحاب، كان بافتتاح المهرجان وكان في فقرة بتحكي عن المغرب العربي وبتحكي عن ابن بطوطة، فكانت هذه الألحان. نعم. كان اللحن الأول لهذه الفقرة، واللحن الثاني كان لحن عماني مأخوذ من التراث العماني وقدم بختام عرض هذا المهرجان. نعم. يعني هذا اللي بيميز الحقيقة، هذا اللي بيميز أخونا محمد عباش والفنان محمد عباش، هذا اللي بيميزه. نعم. بيميزه أنه أنت بأي عمل بأي مكان بيقدر يتحرك، بأي مناسبة بيقدر يتحرك، ولما بيتحرك الحقيقة بيتحرك بطريقة احترافية كتير عالية. نعم. نحكي شوية على عرض صلاح الدين اللي هو من العروض الكبيرة، ولا أنا نعتبرها عرض عالمي هذا العرض؟ صحيح، صلاح الدين قدم بمناسبة القدس عاصمة للثقافة العربية، قدم لأول مرة في دار الأوبرا بدمشق، وصلاح الدين كانت تجربة جديدة وبظن يعني تجربة تستحق الاهتمام والوقوف عندها، لأنه كانت أول تجربة لمسرح راقص يصور سينمائيا، وسينمائيا على أيدي يعني شبولوا خبراء عالميين في السينما. من اهتم بالقسم السينمائي؟ من اهتم به؟ كان الطاقم أو مخرج هذا العمل السينمائي. الحقيقة كان المخرج نبيل المالح، الأستاذ نبيل المالح من أهم المخرجين العرب وحاصل على جوائز عالمية، كان إلي شرف. نعم. أنه أعمل معه في هذا العمل، وكان إلنا شرف أنه نكون تحت مظلته تحت أوامره بالعمل، وهذا كان سبب رئيسي بنجاح العمل. نعم. وما ننسوش انه نبيل المالح اللي هو حائز على جوائز عالميه يعني سينمائيه، ويحب يسلم عليك الليله على الهواء مباشره. نبيل مساء النور. يسعد مساكم. يسعد مساكم. اهلا وسهلا. حلوه. الله يخليك. يعني الواحد بيتذكر هذيك الايام الحلوه، ايام التصوير، ايام النقاش، ايام الحوار، ايام الاعداد، كل المراحل، فهي ذاكره ممتعه لي انا. جميل. خاصه بانه هي تجربه، يعني بالنسبه لي هي كانت تجربه جديده، لانه انا بشتغل سينما، ففجاه اجد نفسي باني انا مرتبط ايضا بشكل ما بالعرض المسرحي اللي هو عمل مدهش و اخراجيا، يعني الاستاذ جهاد و سيدة ألبينا والفريق الفني فريق إنانا يعني فعليا مدهشين، فبالتالي كنت هيك عم أمارس المتعة بكل زواياها. وهذا العمل اللي خلاكم بتواصل مع بعضكم، وأيضا ما ننساش أستاذي نبيل أنك يعني متحصل على عديد الجوائز العالمية، يعني الإضافة كانت موجودة، العرض يعني لقى نجاح كبير. أنا حبيت ناخذ يعني رأيك الليلة في جهاد، يعني هذا التعامل بينك وبينه، أعطينا الرؤية الأخرى لجهاد مفلح. هو جهاد يعني أنا بعرفه قبل ما نتعامل سوا في هذا في صلاح الدين. نعم. أنا كان بكنله يعني بشكل خاص، يعني بشكل خاص بكنله احترام شخصي، لأنه نحن بنعرف أنه في العروض أو الأشياء اللي بنشوفها في وجهين، في الوجه اللي بنشوفه نحن على الشاشة أو على المسرح أو هذا، بعدين الوجه الآخر هو العالم الخفي اللي واقف وراء ما يظهر وما نراه وما نشاهده وما يشاهده الجمهور. فأنا كنت معجب من الأول إنه هذا الإنسان اللي هو صاحب مشروع ثقافي عمليا،
مشروع ثقافي على مستوى عربي كبير وعلى مستوى إلى حد كتير كبير مستوى عالمي. فكنت في عندي هذا الإعجاب الداخلي فيه، عنده القدرة الكبيرة على إدارة هذه المجموعة الكبيرة، على وضعها ضمن تصور بصري وإبداعي وفني كبير. ما بنسى طبعا أنه هنا في عنا موسيقي كتير كبير هو ومهم جدا، هو الأستاذ محمد عباش. نعم. يلي هذا وزوجته للأستاذ جهاد سيدة ألبينا يلي هي يعني الروح العمل من الداخل. أي نبيل سلم عليها، ألبينا معانا أيضا على الهواء الليلة، نسلم عليها على السيدة ألبينا العظيمة هي. الله يسلمك الله يسلمك. لا مسمعك، شكرا للكلام كتير كتير حلوين. سافرنا سوا عرضه يعني نحن في كثير من الأحيان حتى أفلامي اللي أخذت جوائز أنا عندما أشاهدها أشعر بالرعب، لأنه دائما عندك قلق الفنان. سافرنا سوا، كان مدعو إلى عرض في كندا لعرضه الكبير الموسيقي الكبير الموسيقي الراقص جوليان. أنا ما كنت متوقع هذا الاستقبال الهائل في تورونتو، يعني جمهور لفترة طويلة، يعني ما بيعدها الواحد بدقائق أو هذا، بيعدها بهذه العظمة من التصفيق المستمر من جمهور مدهوش بهذا العمل. يعني هو ما كان العمل أنه أنا بالنسبة إلي يمثل انه شغل فني يوم نعمله بعد بكره غيره، لا، كان عمل الى حد كثير كبير رساله عالميه. ونحن بنعرف بانه اي عمل فني هو بيحمل عدد من الوجوه، يعني ان كان فيلم وان كان عرض راقص موسيقي او هو بيحمل اولا الحرفيه، يا ترى هل يملك هذا عمل مفردات العمل الحرفي العالمي، هذا جانب. الجانب الثاني هو جانب السردي، هل هو يملك مستوى عالمي من هذا؟ هذا النقطة الثالثة هي الأسلوبية، الشكل الفني والإبداعي اللي بيحمله اي عمل فني. نحن لما بننتقل للعالم، يعني لما بعرض انا فيلمي في دمشق هو غير عرضه في نيويورك مثلا، يعني أنا دائما بقعد أفكر بأنه يا ترى هل استطعت بأنه امتلك اللغة الفنية والإبداعية والتعبيرية والشكل الفني الذي يجعلني مساوي للآخرين؟ أو بالكثير من الأحيان يعني طبعا هنالك الغرور الذي بيرافقنا لما بكون بمهرجان، وهنالك 40 دولة مشتركة في المهرجان في المسابقة وأخذ جائزة، فمعناها أنا أستطيع أن أنافس الآخرين. فأعمال أستاذ جهاد وفرقته فريقه العظيم يعني الرائع اللي هو إنانا، فعليا بقدر أقول أنه هذا عمل عالمي جيد جدا. أنا حبيت نبيل، ما بقي في البال من كواليس عرض صلاح الدين؟ هو دائما يعني أنا بتشارك مع الأستاذ جهاد مع ألبينا مع محمد عباش مع الفريق مع الراقصين مع كل هذا، نتشارك بالقلق اليومي. فهذا القلق اليومي بأنك أنت تحاول الحصول على الperfection الكمال، طبعا لا يمكن الوصول إلى الكمال، ولكن دائما إحساسنا بأنك حاولنا أن نقترب منه وتعبنا حتى. من الذكريات الجميلة اللي بحملها معي أنا حتى الآن هي أنه نحن عندنا مشاهد أكشن، وكنت عم بفكر منين بدي اجيب هدول الممثلين اللي بيعملوا الاكشن، بيعملوا مبارزه بالسيوف، بيعملوا مصارعه، بيعملوا هجوم
على الخيل، فاكتشفت انه هدول عندي موجود كان امامي الفريق الفني نفسه يلي هم الراقصين، ولكن بنفس الوقت كانوا ماهرين في كل الامور اللي انا طلبتها، وهذا سهل لي حياتي. أي. جيد. يعني هذا شوف احيانا الواحد يبحث على شيء وشيء موجود امامه، فهذا العرض اللي كان يعني عالمي جدا. حبيت الليله نحييك استاذي، وان شاء الله اللي نوعدك به انه نعمل حلقه مع بعضنا انا وياك. الله يسلمك، وشكرا لك، وشكرا للاستاذ جهاد للثقه المتبادله بيني وبينه، وشكرا للالهامات اللي بتحملها السيده ألبينا، وشكرا لموسيقى محمد هباش الرائعه. الله يخليك يا أستاذي، حبيت نشكرك. شكرا أستاذ نبيل. شكرا. شكرا حبيبي. أنت أستاذ جميع يا أستاذ. شكرا. طبعا أستاذنا نبيل المالح من المخرجين العرب اللي عمل القسم السينمائي لعرض صلاح الدين، وحائز على جوائز عالمية سينمائية، وخلينا إن شاء الله ديما بيتواصلوا مع بعضنا حتى نعرف الجديد الجديد. طبعا الأستاذي شكرا لك أستاذي، نورتني الليلة. يا مرحبا، كل عام وانت بخير. كل عام وتحية بخير إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. بس نواصلوا طبعا لقائنا اللي مازلت تقريبا ساعة وثمانية دقائق في لقائنا الليلة مع فرقة إنانا ومع أستاذي الغالي جهاد مفلح والسيدة ألبينا، باش نتحدثوا في عديد الجوانب، باش نتحدثوا في الكواليس الأعمال هذية، نتحدثوا على الجولات، نتحدثوا أيضا لأنه عديد الأسئلة، أيضا عديد المستمعين اللي طرحوا علينا عديد الأسئلة ضروري جدا نطرحها عليك جهاد إن شاء الله من بعد. فقرة الأسئلة السريعة اللي مطلوب منك إجابة إن شاء الله مختصرة وإجابة صريحة وواضحة من عندك. كذلك مازالوا مقاطع إن شاء الله باش نسمعوهم الليلة، عديد المقاطع. حبيت نشكرك وحبيت نشكر أيضا محمد المجموعة اللي معاك اللي بعثونا المقاطع هذوما، لأنهم هم المقاطع الأوريجينال. أنا حبينا من يعني من اللي تعرفنا على الفرقة من سنوات أن يكونوا عندنا الأصليين المقاطع هذوما حتى نمروهم في راديو تطاوين، والليلة في هذا البث المشترك مع راديو ميديليست أف أم. نمشي شوية، ممكن نقدم شوية ومن بعد نرجع المواضيع هذه المختلفة الكل. يعني آخر عمل لإنانا بيت الحكمة اللي قدم بافتتاح الدوحة عاصمة الثقافة العربية، وكان حضور مكثف، كان يعني لفت للانتباه للجمهور الكل وأيضا لوسائل الإعلام بهذا العرض. قدم بعام 2010 بيت الحكمة بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان خيار وزارة الثقافة إنه إنانا هي تكون المنتج المنفذ لهذا العرض، يعني مو بس المادة الفنية. تقريبا قمنا بالعمل على هذا العرض عام كامل 2009، كان كله عام من التحضير لبيت الحكمة. ما يميز بيت الحكمة انه شارك فيه كل افراد إنانا اللي هن تقريبا 100 راقص وراقصة. نعم. بالمشاركة هاي كان في اكثر من 16 نجم ممثل عربي، منهم الأستاذ غسان مسعود اللي أخذ دور صلاح الدين بهوليوود، منهم الأستاذ عبد المنعم عمايري اللي المعروف بأدواره الكوميدية، منهم الأستاذ زياد سعد، منهم الأستاذ رامز الأسود، منهم يعني نوار بلبل، كتير نجوم عرب وسوريين وقطريين كانوا مشاركين بهذا العمل. كانت تجربة كتير مهمة، إنه كانت لغة الجسد مع اللغة الدرامية مع الممثلين والنجوم، بالإضافة إلى الأزياء والديكورات والمادة المادة المكتوبة بحرفية لهذه المناسبة، كانت بيت الحكمة، وهي اللي كانت تحكي عن فترة هارون الرشيد وابنه المأمون. العرض تم افتتاحه بالدوحة، وقدم أول عرض، كان عرض رسمي على مستوى الرؤساء والملوك. العرض الثاني كان عرض جماهيري. جيد جدا. بس نرجع إن شاء الله بس نحكي على الموضوع هذا ومواضيع أخرى متعددة الليلة مع مخرجنا الغالي جهد مفلح، بس نسمع زوز مقاطع إن شاء الله، بعدها موجز منتصف الليل بتوقيت تونس، وبعدها الجزء الموالي بس نوصله مع عديد الأسئلة والجانب الآخر لجهد مفلح الليلة إن شاء الله في لما على الأف أم.
مجيد حداد في لما على الاف ام مع المعنجوم العالم العربي. عديد الضيوف اللي متواصلين معانا، عديد الملحنين، عديد ايضا الشعراء اللي يعني يكتبونا في الكومنتات ولا تعليق، اللي حبيت انا نحييهم. اهلا وسهلا بكم جميعا، ان شاء الله نحاول ان شاء الله يكفينا ايضا الوقت انه نقرأ ان شاء الله كل تعليق اللي توصل. كذلك بالنسبه لاصدقائنا ايضا من سوريا، عديد التعليق والكومنتات اللي توصل. شكرا لكم جميعا استاذ كبير، استاذ جهاد طبعا اللي منورنا، هو سيدة ألبينا في هذا البث المباشر. أني حبيت أنه حتى أني ولو ما قدمتهاش في بداية اللقاء، حبيت أنه يعني نذكر حاجة، أنه فرقة إنانا وهذا العرض خاصة هواجس الشام، علاش العرض هذايا؟ احنا حاولنا يعني تقريبا من 3 سنوات أني أتواصل مع الأستاذ جهاد، حاولنا أيضا مع الفرقة، أيضا مع المجموعة الكل نتحصلوا على رقم من 3 سنوات. شوفوا الصدفة كيفاش أنه الليلة يكونوا معنا على الهواء مباشرة. لما على الاف ام مع مجيد حداد في إذاعة تطاوين. Thank you.
لما على الاف ام في هذا البث المشترك راديو تطاوين وراديو ميدل ايست اف ام من امريكا وكندا. انا ذكرت منذ قليل يعني قبل الموجز انه عديد الاصدقاء من سوريا، من لبنان، من الخليج، من امريكا، من استراليا، من المغرب العربي، من فرنسا، من عديد الدول حبوا يتواصلوا معنا، حبوا ايضا حتى يكلمونا عبر الهاتف انه حتى يسلموا على الاستاذ جهاد. لكن نعتذر للشيء لانه هذا اول لقاء مع الاستاذ جهاد، ان شاء الله في اللقاءات الثانيه خليكم تتواصلوا معه باذن الله. وحاولت انه قدر المستطاع ايضا انه تكون معنا الفنانه امل عرفه، لكن للاسف يعني حاولنا بالرقم السوري، حاولنا بالرقم اللبناني، بالرقم دبي، ثلاثه ارقام يعني مسكرين للاسف. حبيتها انه الليله تكون معنا ومع استاذنا. نرجع الاستاذ جهاد. جهاد مساء النور مجددا. مساء النور، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. الله يخليك. والله حاولت انه قدر المستطاع انه امل عرفه تكون معنا، لكن للاسف يعني ممكن غيرت رقمها، ممكن مسكره رقمها يعني لفتره معينه. ممكن نحن بالعاده الدراما بشهر رمضان المسلسلات السوريه اللي كل العالم بتشوفها، الحلقات الاخيره دائما اول 10 ايام رمضان او اول 15 يوم من رمضان الحقيقه بكونوا اغلب الممثلين بكونوا عم بيشطبوا هذه المسلسلات. فانا بظن انه وهي مرتبطه باكثر من مسلسل هاي السنه. نعم. منهم الضوء، منهم يعني اكثر من مسلسل. فبظن اغلب الممثلين يعني السوريين والعرب برمضان هذا موسمهم، فبمرق فتره نصف رمضان لينتهوا من الحلقات الاخيره لكل مسلسل. نعم. فبظن هذا السبب. نعم جيد. خلنا نرجع شوي لفرقة إنانا الليلة. جهاد يعني تعاملت مع عديد الشعراء، من أبرز الشعراء اللي تعاملت معهم فرقة إنانا علي الرواحي. علي الرواحي من الشعراء العمانيين الخليجيين، هو من عمان، وهو الحقيقة كتب لنا أكثر من عمل، منهم صلاح الدين، منهم كانت البداية الحقيقة بمهرجان مسقط بافتتاح مسقط عاصمة الثقافة العربية بال 2006 تعرفنا عليه، وبعدها كتب لنا خاتون، أشعار عمل الضيفة خاتون لختام حلب عاصمة الثقافة الإسلامية، وبعدها كتب لنا صقر قريش، وكتب لنا صلاح الدين وبيت الحكمة. تعاون كبير مع الأستاذ علي الرواحي، وهو من الشعراء العرب الكبار الحقيقة. جيدين. خاصة أنتم يعني تعتمدوا برشا على اللغة العربية وفي الأشعار والقصائد، وإحنا في وقت يعني أنت معلوم يعني هو الوقت هذا والزمن هذا اللي موجود، يعني تعتمد العربية في يعني في الأشعار والقصائد في مختلف الأعمال متاعكم، هو يعتبر من الصعب في مثل يعني هذا الوقت، لكن كأنه تحدي من جهاد. طبعا هو العمل بفرض نفسه، يعني أنت لما عمالك تتطرق لأعمال تاريخية وعم تحكي عن شخصيات عربية معروفة، يعني مثل صقر قريش عبد الرحمن الداخل، يعني المعروف عنه أنه مو بس هو قائد عسكري وسياسي، هو شاعر عربي. فاليوم ما بتقدر تتطرق لهذه الشخصية من خلال شعر عامي أو شعر حتى بالفصحى ويكون شعر يعني مو بيأد مقام هذه الشخصية وهذه الفترة التاريخية. فالأعمال هي بتفرض عليك الحقيقة طبيعة نوع الشعر، وبنفس الوقت تفرض عليك الشاعر. فلهذا آخر أعمالنا الحقيقة كانت مع علي الرواحي، لما يتمتع به هذا الشاعر وهذا الفنان من ثقافة عالية، لما يتمتع به من ليونة ومن سرعة أيضا بالتنفيذ. نعم. ميشيل من نيو جيرسي من أمريكا يتحدث أنه حاليا في وطننا العربي يعني غياب المسرح الاستعراضي، وأنا برأيي أنه الأستاذ جهاد مفلح يتربع على المسرح الاستعراضي بدون منازع. هذا رأيي. شكرا لإله ميشيل. يعني نحن يعني يمكن حكى الأستاذ نبيل من شوي، نحن لما غادرنا من 3 سنوات إلى كندا أو من 4 سنوات شاركنا بثالث أكبر مهرجان في تورونتو اسمه مهرجان لوميناتو. حقيقة نتائج المهرجان، مبيع التذاكر، وأنت دائما العروض المسرحية الجادة تقاس خاصة بالغرب، وأنت بتعرف يعني أنت دارس برا وبتعرف. نعم. يعني هي بشباك التذاكر أكيد تقاس من شباك التذاكر. الحقيقة إما
إما شباك التذاكر بيقول لك إنه هذا العرض ناجح وإما لا. ليش؟ لأنه قبل هذا الشيء بكون في الجمهور اللي بيحضر العرض الأول والجمهور اللي ببلغ أصدقائه وأهله إنه أنا حضرت عرض إما جميل وإما لا. فأنت تاني عرض إما بيكون شباك التذاكر عندك مرتفع وأكثر، وثالث عرض وإما بيكون. فدائما المؤشر بالدول شو بيقولوا الغربية، دائما المؤشر هو شباك التذاكر. نعم. نحن حققنا بمهرجان لوميناتو اللي هو ثالث أكبر مهرجان بالعالم، حققنا أكبر نسبة مبيع تذاكر، وكان المفترض نحن نعمل 3 ليالي. عملنا 4 عروض، عملنا عرض رابع ما كان مخصص، طلبت مننا إدارة المهرجان إنه نفذت كل البطاقات، فممكن نعمل عرضين بنفس اليوم، يعني عرض ماتيني وعرض سواري. عرض الماتيني لما أعلنوا عنه قبل بيوم أيضا بيعت كل البطاقات. فهي الحقيقة لما انتقلنا على أمريكا نفس الشيء، عرضنا بالميوزك هول بميشيغان، كانت كل البطاقات مباعة قبل تقريبا بأسبوع من عرضنا. فأنا بظن شهادة أخونا ميشيل هذا من نيوجيرسي، نعم، مبنية على معلومات. هو بيعرف نحن شو حققنا بكندا، بيعرف شو حققنا بأمريكا، بيعرف أكيد يعني في عالم كتير بتعرف نحن شو حققنا بأوكرانيا وبالصين وبموسكو. يعني الحقيقة كان هو يعني هذا لا ينسب لإلي قد ما ينسب لأكثر من 100 فنان على الركح، وأكثر من 100 فنان أثناء تنفيذ العمل من موسيقيين ومغنيين وأزياء وديكور وإكسسوارات وتصوير. يعني العمل إنانا لما بتعمل عمل إن كان جوليا دمنة ولا صلاح الدين ولا صقر قريش، هذه الأعمال يعني مينيموم كان المشارك فيه أكثر من 200 فنان عربي وسوري لإنتاج هيك عرض. نعم، على ذكر نعم جهاد، على ذكر سوريا، نيبال من سوريا يسأل إنه تعتمد برشا على الأعمال التاريخية يعني في مختلف العروض، يعني هذايا ما يخليكش إنك تكرر نفس العمل إنه يتكرر، وإلا يعني عندك احتياطك الخاص وعندك أفكار أخرى تخليك إنه عمل يختلف عن العمل الثاني. يعني أنا يعني يمكن شو بقوله يمكن خالفه بهاي النقطة. يعني أنا بشوف إنه الأعمال أول شيء نحن إلنا مسج إنانا، إنه انطلق هذا المسج من علاقتنا بوطننا العربي. يعني نحن من الأساس كانت من الأشياء اللي بدنا نقولها وبدنا إياها تصل، إنه نحن تراثنا العربي غني وغني بكل شيء. فأنت لما بتقدم هذا العمل فيه تحدي أكثر من الأعمال المودرن. يعني الأعمال المودرن اليوم البحث راح يكون بشو، ممكن يكون بالفكرة وأدائك للفكرة والتقنيات كيف تستخدمها، بس كلها موجودة. يعني الزي المودرن هو موجود هلأ عم بتشوفه، الاكسسوار المودرن موجود، المساحة الفضاء موجودة. فأنت اليوم ما في بحث لكل فنان عن إشياء قديمة وابتكارة وتقديمة لنا بأدوات معاصرة لحتى تصل للجمهور. الأعمال التاريخية الحقيقة خاصة العربية إذا اليوم ما بتفوت على تفاصيلها أكيد رح تتشابه. إذا الفنان بكل مكان، يعني كان تبع الأزياء أو الخاص بالموسيقى أو الخاص بالتصوير أو بالإكسسوار أو بأداء الحركة، إذا ما كان في عنده دراسة عميقة لهذا التراث، ما ممكن انه نقع بقصة التكرار باعمالنا. بس انا ما بشوف الاعمال العربية او التاريخ انك تقدمه هلا بهذا الوقت ويعجب فيه الغرب والشرق، مثل ما تفضل الاستاذ نبيل، معناته انت مسيطر على ادواتك. انا ما بشوف انه هذا العمل سهل انك تقدمه. انا بشوف انه الاعمال المودرن يعني بحسب إمكانيات إنانا أنا بشوف أنه أسهل بكتير. ونحن متحدي ما بين أنه نقدم مودرن أو نقدم تاريخي. نحن التاريخي هو جزء لا يتجزأ من رسالة وأفكار يعني الفرقة. نعم.
هذا هو. باش نسمع مقطع من عندنا طبعا مقطع من هذه العروض, وبعد باش نمشي لألبينا اللي هي مديرة إنانا بالي الأكاديمية طبعا, وهي أول أكاديمية خاصة بالخليج, باش نحكي على علاقتها مع المجموعة هذوما مع هذا البالي علاقة ألبينا بعد المقطع هذا. أناجيك بالأشواق حتى كأنما حروفي في النجوى هوى وقلوب, وأنت كما يزهو الزمان بنفسه تلال يبادلها الغرام كثيب. رمالك أم قلبي وشمسك أم دمي وعيناك أم درب المحب رحيب. هنا كلما جئنا معا يرجف الندى ويندى على الشفق البعيد غروب. هنا كلما مرت علينا قوافل تملك قلب العاشقين وجيب. حذاء ونايات الصبا ولواعج ونوح ربابات هناك قريب. Tunisia and New York to the world, Tatooine Radio, going live, under one way, your favorite superstars on air, this is Together on FM, with Majid Haddad. صوب الخيامي خبيي مثل معت بارقها سلمت لك دربي وزمامي يا ناقة محد سبقها. خبيي صوب الخيامي كلامي العين تبكي من وردها ما يستوي صدوه يا مي خذ روحي لك ولا عتقها. فرقة إنانا, وبعد شوي جهاد باش يجاوبني شكون اللي غني يعني هذا الصوت, لأن السؤال جانا يعني في الكواليس من يغني. بعد شوي اللي حبيت أنه ألبينا باش نحكي معاها على علاقتها طبعا بمجموعة البالي. ألبينا مساء النور مجددا. مساء الخير. أهلا وسهلا.
سيد. الله يخليك ألبينا. طبعا أنت اللي تشرفي طبعا على فرقة إنانا بحكم أنك أنت المديرة، طبعا مديرة إنانا باليل أكاديمية، وهي طبعا أول أكاديمية خاصة بالخليج. حبيت نعرف علاقتك مع هذا البالي، يعني اللي يتكون بعدد كبير منهم. أول شيء أنا حابة أقول أنا من بدايات مع إنانا مو بس عم بتدرسهم أو بعمل تصميم، عم باخد خبرة كتير كبيرة لإلي من بدايات ولحتى الآن. وكل ما عم بشتغل مع إنانا عم باخد خبرة أكتر وأكتر. إذا من بداياتي كنت عم باخد الخبرة بس تدريس والتصميم، هلا خبرة جديدة تماما اللي أنا كنت مرتاحة منه هذا هي بصراحة إدارة الباليه أكاديمي. نعم. شو بدي أقول؟ شنو ما الصعوبات ألبينا مثلاً إنه خلال إدارتك لهذه الفرقة ولهذا الباليه ولهذه الأكاديمية هناك بعض الصعوبات، من بين هذه الصعوبات اللي اعترضتك أنت في مسيرتك؟ هلا فعلياً نحن صرنا جاهزين. يعني أنا كصعوبات ما شايفة، لأنه نحن صرنا جاهزين لهذا المرحلة نفوت على المرحلة الأكاديمية، لأنه نحن بجوز كمان كبرنا كتير من زمان. أنا كنت بدرس، هلا مو بدنا أجيال جديدة وجديدة وجديدة. ما زلت البركة أي ما شاء الله. وبنفس الوقت حتى الراقصين يلي بدوا معنا كان الطلاب، مو بس نحن كبرنا، هن كبروا الخبرة عندهم، واللي صاروا هن المدرسين، وصاروا هن أول شيء مساعدين للمدرسين ومدرسين أيضا. هلا كمان كتأكيد إنه نحن على المستوى العالمي، مو بس كرأس كتدريس، لأنه الأكاديمي نحن افتتحنا بحليج، وحليج معروف في كل الجنسيات موجودين فيها. أكيد العرب بيجوا على اسم بيعرفوا إنانا، والكتير مبسوطين إنه نفس، وكتير عم بيسألوا نفس الراقصين يلي كانوا والأهل عم بيرقصوا بال إنانا، هن نفس اللي بتدرسوا لأولادنا، ووقت اللي بيعرفوا إنه نفسه كتير مبسوطين. وبنفس الوقت أجانب يلي بيجوا يسجلوا أطفال وبيجربوا، وأطفال كتير مبسوطين والأهل مبسوطين بنتائج. هذا أكتر النقطة اللي ممكن أنا انبسط منطقة قديش المستوى التدريس. نعم. لحتى لأنه قبل ما نحن حكينا، نحن بدأنا بميكس بين شيء عربي وشيء غربي، وهذا الميكس مستمر لحتى الآن بنجاح مستمر. نعم. ألبينا، من اختار اسم إنانا، أنت وإلا جهاد اختار هذا الاسم؟ لا أنا اجيت بعد ما اختاروا اسم، ولا أنا على كل شيء جاهز. نعم. ومن اختار اسم البنت، اسم البنت إنانا، من اختاروا أنت ولا جهاد؟ لا بنتنا أي سوا الاثنين، يعني أسماء الأولاد أكيد نحن نختار. يعني ما كان في نكاش، إذا جتنا بنت ما كان في نكاش إنه بتكون إنانا. جميل جدا. طبعا حبكم الفرقة هذه وللإشعاع اللي عملته على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، والنجاحات اللي ما شاء الله دائما نذكرها الكلمة هذه، نجاح تلو النجاح. يعني علاقتكم وهذا التواصل بيناتكم، زوجين يشتغلوا في نفس الدومين في نفس المجال، يعني إلى ممكن نسبة أنا ممكن حددها ألبينا، يعني إلى أي مدى تتفقي مع جهاد؟ يعني فكريا تتفقي معاه 100% ولا فما 70% 50%؟ مرات يعني على حسب. لا فيني كاش بيناتنا أكيد مرات ممكن نتنكش لحتى نوصل لأحسن نتيجة. وأصلا إذا يعني
لان انا معروف بنقاش مو بس بيناتنا، مو بس بيناتنا نحن اللي قبل متزوجين، بشكل عام كلياتنا يلي بيشتغلوا بالعمل معروف. يعني ما في انه الجهاد ديكتاتور ولا لانه افكاره متميزه بتوزع على كل وكل بس بيسمعوا كلمته. نحن دائما نتناقش والحلال نقاش بيطلعوا احلى نتائج. نعم. والمعروف حتى اللي بيعرفوا راقصين هذا اللي بيعرفوا، ويعني مو غلط تسمع حتى اذا في شيء حلو من راقص، واللي هو حقه كمان كفنان يعطيه اللي بافكاره. نعم، انت ذكرتي يعني مزايا، وحتى ضيوفنا يعني سواء الاستاذ نبيل ولا الاستاذ محمد اللي كانوا معنا على الهواء مباشره، يعني ما شاء الله خصال جهاد والمحاسن وال يعني الكواليتي الخاصين بجهاد. اعطيني البينا بحكم يعني قربك من جهاد وعلاقتك به الوطيده، اعطينا شويه عيوب الجهاد الليله. سلبيات ما في. ما عنده حتى سلبية بالنسبة لي ولا سلبية. واضح. بالعكس من إيجابيات أنا اللي تذكرت اللي قلت لك، أنا تفاجأت بي أول بروفة بالفرع وبكيف الجهاد عم بيقود بروفة بأفكاره، يعني كيف عم بيشتغل مع الفرقة مو بس على مستوى الجسديا على مستوى الفكريا. فلحلا أنا لحتى الآن بدلني اتفاجئ بالأفكار جديدة، وبدلني اتفاجئ بال تعامل مع العالم. يعني تعودت بس بدل اتفاجئ مع الطرقات كيف لانه انا المالش انا لانه بروسيا نحن متعودين نشتغل رأس ونحن كتير قوايا معروفين كالجسد وتكنيك، بس هذا الاسلوب اللي نشتغل على فرقة فكريا هذا كان كتير جديد بالنسبة لي. No. وهذا اللي سويت كمان معروفة إنانا مو بس الفرع، إنانا فعليا عائلة كبيرة. جيد جدا، ضم 100 راقص حاليا، 100 راقص ما شاء الله يعني بتكوينهم، وكيفاش انه يقدر جهاد وقلبينا انكم يعني تشرفوا على الفرقة هذه اللي تضم عدد كبير. مسؤولية كبيرة يا جهاد. ايه والله مسؤولية كبيرة. احيانا يخرجوا على طوعك ولا لا؟ لا، هي الحقيقة مثل ما تفضل يعني قلبينا وحتى الأستاذ نبيل، الفرقة لما بكون أساس النقاش والحوار ما بظن بتوصل مرحلة إنك تتفاجأ بأنه حدا شو بقوله يتمرد أو حدا يخرج عن طورك أو كذا، لأنه دائما هي قصة النقاش هي قصة تراكمية. ما ممكن شيء ينبنى على صح وبشكل تراكمي وبشكل شو بقوله وبشكل مدروس إلا لتاخذ نتائجه. إنانا انبنت الحقيقة على صدق، وهذا أهم ما يميز بروفات إنانا، في مصداقية بالبروفة. يعني بالوقت اللي بيخطر ببالي أنا فكرة، ومثل ما قالت قلبينا مو فكرة مدير فرقة ولا فكرة مخرج ولا فكرة، هاي الفكرة يعني من ابتسامات الراقصين بيحسسوك انه يعني معادة او مكررة او فانت اوام بتلجأ للشيء الاهم، اوام تستوعب انه هذا الشيء ما ضابط ضمن المستوى اللي نحن وصلنا له، وهي اهمية انانا. والحقيقة مثل ما قالت نحن بنستفيد ومنفيد، وما غلط اليوم انه انت تتحاور حتى لو الراقص انت اسسته، بس هو يمكن يكون في عنده أفكار يفيد فرقته ويفيدك ويخليك على تواصل مع هاي الأعمار، لأنه أنت بالنهاية عم بتقدم عمل فني لكل الشرائح. فاليوم إذا ما سمعت عمر ال 18 سنة وما سمعت عمر ال 20 وعمر ال 25 كيف بدك تقدم عمل فني يلامس هاي الشريحة؟ بعد المقطع هذايا باش نمر معاك جهاد الخمس أسئلة
مطلوب منك إجابة مختصرة وصريحة وواضحة. متفقين جهاد؟ إن شاء الله. شكرا. يا شيخ يا راع المهابة، جينا من ديار بعيدة، يا شيخنا نبغى القرابة وبرقابنا كل ما تريده. حياكم الله يا النشامة، واللي طلب منا القرابة، الخير له باب وعلامة، وحنا فتحنا قفل بابة. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. الله يتمم بالمودة ويزيدنا خير وسلامة، الله يتمم بالمودة ويزيدنا خير وسلامة، والخير بابا ما نسده والله يزيد خير وسلامة. زاد الفرقة إينانا اللي الليلة منورينا طبعا جهاد مفلح وألبينا. نمر لخمس أسئلة معك جهاد. جهاد، من وقف إلى جانبك حتى تنجح هذا النجاح الباهر؟ الشعب السوري. جميل. جهاد، من أذاك؟ أصحاب القرار اللي ما بفهموا بالفن، أصحاب القرار اللي بالأماكن الثقافية، يعني بوطننا العربي للأسف هناك أصحاب قرار موجودين بأماكن ثقافية فنية الحقيقة للأسف ليس لهم علاقة بالفن، هدول أكثر عالم أزونا. جهاد، بالنسبة لك أنت زرت عديد الدول، إلى ماذا تطمح تحديدا بعد هالعروض وهالزيارات المختلفة للدول؟ أن نستمر بالعطاء. زرنا كتير دول بس في دول بعدنا ما زرنا، في طموح أنه نستمر بالعطاء ونضلنا موجودين بوطننا العربي وبالعالم. يعني نسبة التقارب في الأفكار بينك وبين ألبينا 90%، والعشرة بالمية وين مشو؟ هدول خلاف بطور 90. خلاف فني بطور 90. يعني السنة الجاية تسألني بقول لك يمكن 93 صرنا. واضح مع الوقت. مع الوقت. واضح. نعم. السؤال الأخير طبعا في مجموعة هذه الأسئلة الخمس لأستاذنا، يعني هوز الشام اللي كان من العروض المتميزة بدون منازع اللي صنع، أنا يعني نقولها أنه صنع اسم جهاد مفلح، هذا العرض هل سيستمر يعني عرضه وإلا أخذ حظه؟ لا الحقيقة ولا عرض من عروض إينانا أخذ حقه، رغم أنه انتشرت إينانا بشكل كبير، بس أنا بظن عروض إينانا انتعب عليها فكريا وجسديا وحتى انصرف عليها ماديا كتير نسبة لعروضها. الحقيقة ولا عرض من عروضنا أخذ حقه، حتى هواجس الشام أنا عم فكر أنه يرجع ينعاد. أغلب عروضنا القديمة طبعا اللي مر عليها أكثر من 10 سنوات أنا بتمنى أنه أرجع أعيدها بتقنيات حديثة، أرجع أعيدها بما يتناسب مع رؤية العصر هلأ. واضح. بعد المقطع هذا نوصلوا حديثنا الليلة في لما على فم راديو تطوين وراديو ميدليس فم من أمريكا وكندا، ونجمنا الليلة جهاد مفلح المخرج العربي الكبير وزوجته طبعا ألبينا. يا رب
شاء الله يا رب. جهاد مفلح، تعرفنا عليك يعني من جانب فني الليلة، خلينا نمشي نغوصوا أكثر، يعني نغوصوا في الجانب الإنساني لجهاد مفلح. جهاد الإنسان كيفاش ممكن نشوفوه؟ مثلي يعني، مثلي مثل أي إنسان يعني، بتحكمني أغلب الأحيان بتحكمني الحقيقة مشاعري، باعتبار أني فنان. شوي شو بقولوا، عقلي هو اللي يعني شوي بيدير هذه المشاعر، بس الحقيقة مشاعري هي أكثر، يعني أكثر هي اللي بتحكمني شو بقولي، خاصة بعمل الفني. نعم. وبالنسبة ليك يعني إذا عندك وقت فراغ وين تقضيه؟ كإنسان المعيشة قصدك؟ طبعا الحياة. أي الحياة العادية يعني. أنا إذا بقول لك ما بتصدق، أنا وقلبينا من بدينا هواجس الشام حتى الآن، يمكن أول مرة رح نطلع إجازة سنوية هي هاي السنة. وين إن شاء الله ماشيين؟ طالعين دبي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تكون. الحقيقة مرق علينا نحن من وقت تأسيس إنانا لحتى الآن، مرق علينا سنين ما كان فيها وقت فاضي، كانت دائما تحضير أعمال لما نكون بالبلد، وأغلب الوقت يعني مرق علينا فترة نحن بالسنة نعمل أكثر من 12 رحلة خارجية وعروض خارجية، فكانت دائما على مدار السنة أعمال داخل سوريا وخارج سوريا، فأوقات فاضية ما في للعائلة كلها الحقيقة. جيد. بالنسبة لك جهاد، أنا هلا حضرت حتى من بداية الحوار لحد الآن طموح لا محدود، يعني عندك عطاء كبير لشغلك، للعمل اللي أنت تحب تقدمه، تفاني كبير حتى أنك تخرجه بالصورة وبالجمالية المطلوبة اللي ترضي جمهورك، وعلى هذا يعني ما شاء الله يعني الناس اللي يحبوك. أديب موفق أستاذنا طبعا جهاد، شكرا لك أديب من سوريا. رباح مرديني هي سورية لكن موجودة بدبي، منور يا أستاذنا، شكرا لك. هذوما طبعا في المساجات الكل. أيضا من لبنان أستاذنا محترم ومخرج ناجح ومتألق، شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك. شاهد اللي هي أعلامية سورية، شاهد الأسد، ربي يحميك ويوفقك جهاد. بقية التعليق اعذروني إن شاء الله بعد شوية. فما فريز من كاليفورنيا يسألك جهاد، علاش التركيز على هذه اللهجة دون غيرها من اللهجات في الأغاني في العروض؟ يعني في الأغاني في العروض. نعم. لا نحن يعني مثل ما قلت لك، نحن الأعمال هي بتفرض علينا لهجتنا. هلأ اليوم أنت من شوي كان في أغنية بدوية. أي هذه شكون اللي يغني؟ يعني احنا كنت باش نسألك السؤال، من يغني صوت؟ هذا الشاب اللي كان عم بيغني هاي الأغنية البدوية، اللي بيغني أغنية هيلا هيلا واللي أنت معجب فيها وكثير عالم بالوطن العربي طبعا معجبين فيها، شاب اسمه حسان عمران، من الشباب السوريين المغنين ومن أصدقائنا. الشاب اللي بيغني الأغنية البدوية الحقيقة ما سبق وكان إلي علاقة منيحة معه، هو غنى فقط هذه الأغنية معنا، هو شاب من درعا، من حوران، جنوب سوريا معروف. أي نعم. تتذكر اسمه؟ اسمه لا والله خايف يعني، انا متذكر اسم بس خايف اغلط فيه. لا واضح 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 استاذي. يعني ذكرت منذ قليل انه العروض تفرض عليكم هذه اللهجه، ويعني تحديدا اما اللهجه الخليجيه والا اللهجه الشاميه او ما الى ذلك. يعني خلال عروضكم ان شاء الله، ونعرف عندك برشا افكار موسعه، يعني انت عملت حتى بالمغربيه، يعني الله يا مولانا هذا جميل. خل ادخلوا شوي للمغرب العربي جهاد. نعم. نحن الحقيقة عملنا بأغلب يعني كل عمل كان له لهجته، كل عمل كان له أزياءه، عملنا لكل الوطن العربي أعمال، وكانت من نفس البيئة. حتى إذا بتذكر نحن لما رحنا على تونس نحن يمكن أول عالم بهذا العصر رجعنا أحيينا بتوزيع جديد أغنية يا زيتونة. نعم. نقرب الوقت. إيه هي ذكرتها طبعا. نعم. فنحن بكل مكان بيكون دائما نبحث عن الأغنية المناسبة لهذا العمل. نحن لما قدمنا بأمريكا وبكندا كانت عروضنا كلها باللغة الإنجليزية.
يعني كل الحوار الذي يقدم الغناء باللغة العربية، ولكن كل الحوارات التمثيلية وهي قليلة كانت تقدم باللغة الإنجليزية. فاليوم كان يدخل الجمهور بكندا ولا بأمريكا يحضر عرض بصريا هو عربي، ولكن كلغة هي اللغة الإنجليزية، هي لغة الأم. وكنا مختارين ممثلين على مستوى عالي من أمريكا هن اللي أدوا الأصوات. المعنى أنه نحن بكل مكان، حتى بالصين نحن قدمنا عدة أغاني باللغة الصينية لما كنا نقدم عروض. نحن كل مكان وكل عمل بيفرض علينا اللهجة والمناخ. نحن مقصرين يمكن شوي إعلاميا، وهذا السبب. هذا لشنو راجع؟ إذا هذا التقصير الإعلامي لشنو راجع تحديدا جهات؟ يعني راجع هو للوضع العام بالوطن العربي. يعني أنت الاهتمام أستاذ مجيد، وأنت بتعرف الاهتمام بالعروض، يعني عروض الميوزيكال، عروض الأوبرا، عروض المسرح الراقص، هاي عروض حكومة أكثر من عروض خاصة. يعني الحكومة اليوم بتدعم مؤسسة موسيقى أو تعليم الموسيقى، الحكومة بتدعم بالي أكاديمي. يعني قليل لتلاقي بوطنك العربي هذه المشاريع الحكومية بتعملها أشخاص، لأنه هي مشاريع ثقافية غير ربحية وتستمر فيها وبهذا الحجم. لأن تتقدم عروض بالصين وموسكو، هذه عروض كثير عالم كانوا يسألون أنه هاي الفرقة لمين تابعة، لأي دولة. ما حدا بيصدق أنه اليوم أنت يكون عندك 100 فنان يتقاضوا شو بقولوا رواتبهم الشهرية، كل مستلزماتهم، تدريباتهم، الخبراء اللي بيدربوهم، القاعات اللي بيكونوا فيها، سفرهم، تذاكرهم، إقاماتهم خارج البلد. ما حدا يصدق أنه أنت من وراء شباك تذاكر لعروض كبيرة اليوم قادر تحقق هذه الاستمرارية. جميل. فأنا بظن الإعلام بوطننا العربي الحقيقة مقصر بهذا المكان، مو بس بمسرحنا. يعني حتى بالميوزيكال بتشوف أنت مهرجان، بتشوف فرقة موسيقية، بتشوف مطرب، بتشوف مهرجان بتلاقي ثلاث أرباع الفعاليات تبعه مطربين. مع احترامي لكل المطربين، هو المهرجان خلق للأشياء اللي أنت مستحيل تشوفها. يعني أنا بدي أحضر شنغهاي للأكروبات، مستحيل أنا أحضرها بقاعة بفندق، بس أنا ممكن أسمع مطرب بقاعة بفندق. فهي المهرجانات خلقت للعروض الكبيرة مثل الميوزيكال، مثل المسرح الراقص، مثل البالي، اللي أنت مستحيل تشوفها بأي مكان، ومستحيل إلا بمهرجان عالمي مثل قرطاج، مثل مسقط، مثل كتارا، مثل الأوبرا هاوس بعمان. يعني في مهرجانات عالمية هي القادرة على جلب هذه الفرق. الاهتمام الإعلامي والمهرجانات أنا برأيي لما بيصير تسليط الضوء على هذه الأعمال الكبيرة العربية واللي بتكون مرات بمجهود شخصي، اليوم بتصل أنت لكل العالم ولهجتك بتصل لكل العالم. فعشان هيك أنا عم بقول لك التقصير الإعلامي. أنا لوحدي ما بقدر أعمل ميديا، يعني ما بقدر أعمل المشروع وأسس للمشروع وأعمل له ميديا. أنا مالي دولة. نعم. أنت بدك دولة وبدك مؤسسات إعلامية وبدك مؤسسات ثقافية تقدر الشيء اللي عمالك تعمله ويدعموك. أكيد نحن أخذين دعم، بس أنا دائما بتمنى مثل ما بتمنى لفرقتي ولأقسام كتير منهم، هلأ قسم أسسناه جديد اسمه إنانا ميديا، مثل ما بتمنى لفرقتي بتمنى كمان للأعمال الثانية. يعني في كتير فرق أوركسترا بالوطن العربي ما ماخدين حقهم قد ما ماخد الحقيقة مطرب حقه، ومع أنه يأخذ حقه المطرب، بس يا أخي في أعمال كبيرة كمان يعني خليها تأخذ حقها. فأنت بتكون عمالك يعني عم بتغذي بلدك، عم بتغذي صورة بلدك بالغرب. انت ما بعتت خاصة العروض، يعني هاي لازم نحن ننتبه لها كميديا ومهرجانات كأصحاب قرار بالصحافة. نعم. العربية اي جهاد. يعني انتم العروض ما شاء الله، يعني 100 راقص، تصور انت حتى الواحد يتخيل، يعني المستمع معايا 100 راقص، يعني تحب لكم مسرح كبير، معدات كبيره، يعني اللي معاكم اي طبعا. وانتم بتتنقلوا من بلد الى اخر، يعني كانه فما صعوبات انكم في تنقلكم مع المعدات، مع الراقصين، مع هذا يعني طياره خاصه بالنسبه لكم. طبعا هي فرقه مهرجانات،
يعني انت العروض هذه الكبيره انعملت لاماكن كبيره لجمهور كبير. لما تعمل فرقه فيها 100 راقص معناته انت بدك تعرض بمكان فيه مينيموم 4000 متفرج، معناته انت بدك امكانيات دوله لتدعم ماديا اعلاميا شو بيقولوا كتذاكر طائره و لانتاج هذا العرض او لعرض هذا العرض خارج البلد. انا كنت بدي احكي نقطه صغيره وهي مهمه، انه اليوم انت لما تدعم حاله راقصه وتبعتها خارج البلد، هذه اللغه هي لغه عالميه. انت لما تبعت فرقه باليه عربيه لفرنسا ولا لاي بلد، من خلال هذه الفرقه ممكن اي غربي يقرا العمل تبعك ويقرا تاريخك ويقرا مستوى التكنيك الموجود عند الفنان العربي من خلال الاوركسترا، الموسيقى والرقص، يعني لغه، يعني هي لغات مشتركه عند كل الشعوب. انت اليوم اذا انا ببعت فرقه مثلا انشاد او فرقه او مطرب او كذا برا، هو موجود بالوطن العربي وحلو كلياتنا بنحبه وبنحترم فنه، بس يا هل ترى بيؤدي الغرض او النتيجه العربيه؟ ممكن اليوم الغربي او اي شخص خارج نطاق الوطن العربي ياخذ فكره عن ثقافتك وعن فنك من خلال لغتك لهجتك؟ لان اليوم نحن لغتنا العربيه هي لغه محليه. اليوم لحتى تطلع انت لبرا وتقدم لغه عالميه لازم تعتمد على لغات عالميه مثل لغه الجسد، مثل لغه الموسيقى. هذا المقصود من كلامي الحقيقه. نعم واضح. يعني ان شاء الله ننتظركم قريبا في تونس. ان شاء الله. انا بتمنى، انا الحقيقه زرت عده مهرجانات بتونس، منها طبعا حكينا الحمامات وقرطاج اكثر من مره، وزرت صفاقس وبنزرت وسوسه، وانا يعني بكن كل الاحترام لجمهور تونس، بكن كل الاحترام للمثقفين التونسيين. عرضت بمسرح المدينه، وبتذكر بعد العرض بمسرح المدينة كان تفاعل الجمهور، هاي من آخر العروض اللي عرضناها قبل تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات، كان آخر العروض لإنانا في تونس، كان تفاعل الجمهور بشكل كبير. وأنا يعني شو، أنا أقل من إنه أشهد بالجمهور التونسي. الجمهور التونسي معروف بثقافته، معروف بتذوقه للفن، معروف باحترامه للفنانين، للعروض الكبيرة، للعالم كله مو بس لإلنا الحقيقة. نعم إن شاء الله طبعا في زيارة قريبة بإذن الله. وأنا حبيت أيضا ليلى بحكم وجود ألبينا معنا زوجتك واللي هي طبعا مديرة إنانا باليه الأكاديمية، وهي أول أكاديمية خاصة بالخليج، يعني مشاريعها في المستقبل لأنه فما توسعة، فما إنانا أخرى، فروع أخرى لإنانا بدول أخرى أو بمناطق أخرى. ألبينا أكيد إن شاء الله الواحد بتمنى يعمل فروع أكتر، ونحن لأنه فينا نقول إنه نجحنا بهاي المشروع، في مشاريع كمان نتوزع بخليج، يعني ممكن بأبو دبي، ممكن أمان، لأنه نعرف أمان منيح، وممكن كمان ببحرين. فالأكثر من فكرة وأكثر من بلد بروسنا، بس يعني بدنا شوي وقت أكيد. نعم إن شاء الله. أنا بتمنى، يعني هو الطموح الحقيقة أستاذ مجيد. نعم. أنا بتمنى إنه يكون يعني إذا في شو بقولوا لبنة فنية أساسة قوي، أنا بتمنى إنه يكون في فروع بكل الوطن العربي. يعني اليوم أنت بتشوف شركة إنتاج فني لها فروع بكل الوطن العربي لإنتاج فني، هذا وضع طبيعي. اليوم أنت ما شفت مثلا فرقة فنية عند شو بقولوا خط الخاص وخط اللي نجحت فيه، ما شفت فرقة فنية مثلا فتحت فرع بتونس. أنا أتمنى بالمستقبل، ألبينا حكت أنه بمنطقة الخليج، لأنه نحن بسبب وجودنا بالخليج صرنا نعرف أكثر وين المناطق اللي ممكن أنت تفتح فيها. بس أنا بتمنى بالمستقبل أنه لما نطلع خارج نطاق الخليج يكون أول فرع بتونس، لأنه هذا الفن أو هذا النوع من أنواع الفن ممكن يتقبله الشعب التونسي بسرعة. وممكن يصير تفاعل
اليوم انت بتحضر. انا مره عملت عرض بمهرجان سوسة وتعرفت على فرقه مودرن تونسيه، وهن لما شافونا حبوا الاشياء اللي نحن بنشتغلها. انت لما بصير هذا التفاعل وهذا التجانس بين الفنون وبين الشعوب، بتاخذ نتيجه اكبر بالفن، والفائده بتعم على الجميع. فانا بظن انه انا بتمنى وبظن تونس لهذا النوع من انواع الفن هي ارض خصبه لحتى الواحد يكون موجود. يا سيدي اهلا وسهلا بيك طبعا في كل وقت، انت وقلبينا والفرقه كامله وكل المشرفين على فرقه إنانا، هذه الفرقه العظيمه اللي تضم يعني 100 راقص، مجموعه كبيره، مجهود كبير، مسؤوليه اكبر بالنسبه لكم. ان شاء الله النجاحات القادمه ان شاء الله تكون اكبر من النجاحات اللي فاتت كلها. هذا من اتمنى. ما نعرفش، انا عندي سؤال، علاش انه الوقت مر معك بسرعه يا جهاد وقلبينا؟ انت لطيف يا والله مر معكم بسرعه، يعني صراحه مر معكم بسرعه. انا حبيت نشكرك باش خلي لك كلمه الختام الليله، الراديو تطوين وتعطيني امضائك الخاص حتى يبقى لنا جهاد وقلبينا. شكرا لك. شكرا شكرا. والحقيقه ما طال الوقت بسرعه، لانه الحقيقه انت رجل لطيف وعميق ومتابع. كنت عم بحكي لقلبينا انه امبارح حكيت معي، ومن وقت ما حكيت معي ومثل ما تفضلت من 3 سنوات انت عم تحاول تعمل هذا اللقاء، والسبب الحقيقة له كبرى، هو كان ما في تواصل. نعم. من خلال التليفون. الله يخليك. يعني التليفون القديم راح مني. انا اللي نعدك بيه انه باش نعملوا لقاء ثاني مطول باذن الله، لانه الوقت صراحة دهمنا الليلة. ان شاء الله. الله يخليك. شكرا لجميع الطاقم معك. شكرا. هم يحيوك ايضا، راديو تطوير، راديو ميديليسا فام بكامل الطاقم لهنا وفي امريكا وفي كندا الكل. وعد اني نوعد ايضا المستمعين قريبا جدا يكون لنا لقاء من الدوحه مباشره مع جهاد مفلح، قريبا خلال شهر او شهرين نكون في لقاء مباشر باذن الله. شكرا، نورتوني الليله، نورتوني. الله يخليكم. شكرا. وصلنا لختام حلقتنا الليله، الاسبوع الجاي ان شاء الله مع ضيوف جدد. صباح الخير الناس الكل.